التشيكن تشاو مين، هي نوع من انواع النودلز حلوه جدا وبالفراخ. هنحتاج كيلو صدور دجاج متقطع جوليان، وهنحتاج كيس من النودلز، النودلز الصينيه دي الاج نودلز بقت بتتباع في كل السوبر ماركتس ومش غاليه بالمناسبه، 3 كوبايات كرنب ابيض جوليان، وكوبين من الجزر الجوليان، كوبايه من الكرفس الفرنساوي شرايح، وكوبايه بصل اخضر شرايح، 1 فلفل احمر حامي شرايح، 4 فصوص ثوم مفروم، معلقه صغيره من الجنزبيل المفروم، 4 معالق كبيره من الصويا صوص، معلقتين كبار من الاويستر صوص او صوص المحار عفوا او صوص المحار، زيت سمسم، مرقه وملح وفلفل اسود، وللتقديم سمسم وشويه بيض مسلوق بيتحط على وشها. طيب احنا بنعمل ايه دلوقتي؟ النودلز دي ليها طريقتين، يا نشوح يا نسلق، فيعني لسه بفكر هعمل ايه. هاخد الفراخ اول حاجه هنا كده مع شويه زيت سمسم برضو في الحله اللي انا سايباها تسخن كويس، وهنزل الفراخ حالا بنفس الكلام اللي قلناه بالراحه، مش مره واحده. زي الفل. وعلى طول كده مع الفراخ هاخد الثوم والجنزبيل والفلفل الحامي، ادي الجنزبيل، ادي الثوم، ادي الفلفل الحامي. طبعا اللي ما بياكلش حامي يقدر يشيل خالص من كل الوصفات دي الاكل الحاجات الحاميه. هنقلب ومش عايزه الفراخ تلون، عايزاها تبيض بس. كده وهسيبها على النار. هدي الفراخ رشه من الملح ورشه من الفلفل الاسود صغيرين خالص. ادي رشة الملح، وادي زيها فلفل، واحنا مش عايزين اكتر من ان الفراخ تبيض كده. نيجي هنا برضو ندي تقليبة لكل الحاجات دي مع بعضيها. طبعا لو ووك اكبر يبقى احسن، يعني دي ايه الكبيره اللي عندي. زي الفل كده هاجي احط الصوص اللي احنا عملناه، اديله تقليبه الاول اطمن ان السكر دايب ومفيش اي حاجه راقده تحت، وهاجي اسقي اللحمه والخضار ده بالصوص واسيبهم يستووا فيه. طبعا الصوص بطعم الثوم والجنزبيل اللي هينزل دلوقتي هيبقى حاجه كده عظمه. هاجي هنا هاخد الكرفس والجزر هحطهم على الفراخ، ادي الكرفس وادي الجزر. اكل الاسيوي هتلاحظوا فيه كميه خضار مش طبيعيه، ودي حاجه كويسه جدا وتفرحنا جدا، ومن الحاجات اللي الولاد لو بيحبوها يروحوا ياكلوه في الفود كورتس في المولات. فيلا استغلوا الفرصه واعملوا لهم اكل مليان خضار بطريقه بسيطه ولطيفه. ادي كده الجزر حطيناه وكل حاجه ثانيه. هنحط بقى الصوصات بتاعتنا، فهنيجي ناخد الصويا صوص والاويستر صوص او صوص المحار، ممكن الاستغناء عنه على فكره، بس يعني يفضل ان احنا نتبع خطوات الوصفه زي ما هي. هنقلب بقى، مش ناقص غير ان احنا نعمل ايه، نسقي
مرقه او ميه. وانا بقول رايي الشخصي يعني ميه، لان احنا كده كده عندنا فراخ ممكن نحط ايه ميه مش هيجرى حاجه. يلا بينا. وهناخد شويه من الكرنب ننزله، شوربه غنيه جدا زي ما انتم شايفين كده مليانه فوائد. يلا على راي نور نحط كله نزود الفايده، وهو كده كده كله ايه بيكش في الاخر. عايزين نزود ميه تاني. بس حلو قوي كده، لو احتاجنا هنبقى نزود. وهاخد دلوقتي الكلام ده كله هغطيه عشان يغلي، واما يغلي هنزل فيه النودلز. وزي ما انتوا شايفين المرقه بتاعتنا غليت، او الشوربه بتاعتنا غليت. هي على فكره يا جماعه نوعا ما تعتبر شوربه خضار بس اسيوي، كل حاجه بتغلي، الكرنب بيغلي، الفراخ، الجزر، كله تمام. نقدر بقى دلوقتي نعمل ايه؟ نقدر نضيف المرقه نودلز اسفه. فهنيجي كده ونحط شويه نودلز على الوش. وعايزه اقول لكم يعني ان الحجوزات بدات اوريدي للطبق ده. كفايه كده كفايه، نزود واحده. هنسيبها كده على الوش، نغمرها بس بالميه، وانا هغطي عليها واسيبها تكمل سوا عادي خالص. بعد شويه هنيجي نقلب. اكله اكله، ويعني لو عايزين ندلعها بقى كمان في الاخر هنقوم حاطين لها شويه سمسم تاني على الوش. تعالوا نبص على النودلز. حاط الله يا ربي على المنظر، المنظر اللي يجوع ده. محمد ابراهيم انا معاكم في الطلعه دي صح؟ بصوا بقى النودلز فكت من بعضيها، فنقلب عشان كله ياخد من طعم كله. وتعالوا كده ندوق المرقه نشوف محتاجه ملح ولا لا. انا يعني بقول محتاجه ملح، بس ندوق برضو. ويمكن انا بتلكك بقى مش هتعرفوا، عمركم ما هتعرفوا. يا حلاوه طعمها الفظيع، يعني هي حتى حاميه عليا بس لا عادي هاكل منها. ملح، يم يم، حلوه قوي. شوية ملح. انا دلوقتي بحاول اعمل ايه؟ بحاول اجيب بس من النودلز واحدة عشان بس نشوف استوت ولا لا. بنصطاد بالظبط. صحية صحية، استنى يا شكلها مستوية. ما هو انا مش هرد، هتبقى كتير الميه قليله يعني. نبص كمان من الاول بقى. دي كده خلاص هيتقفل عليها. وعايزه اقول لكم انها مش طبيعيه في حلاوتها، فظيعه. النودلز استوت طبعا. الاج نودلز يا جماعه الاسيويه مش زي المكرونه، ما بتاخدش وقت كتير، بتستوي على طول. فناخد بالنا ما نسيبهاش على النار كتير. اوف بسم الله الرحمن الرحيم. ده كده انجر يعني تشاو مين يعني عشان يكفي القناه كلها. طبعا الاخوه الاسيويين لو شافوا الكميات اللي احنا بنقدم بيها دي احتمال ينتحروا يعني. بس احنا جايين لك يا اسيا بكمياتنا، بكميات مصرية وبشهيتنا المفتوحة. بصوا المنظر، ما اعتقدش في احلى من كده يعني، ما اعتقدش في احلى من كده. الناس اللي عاملة دايت دي حاجات تنفعها بالمناسبة. يعني هتحسسها بعدم الملل لان هيبقى في تغيير شوية
شوية بصل أخضر كده على الوش للون. والأكل القمر ده كله بقى عايز إيه؟ عايز شوية سمسم على الوش، يعكس لنا نكهة زيت السمسم اللي احنا حطيناه.